إذا للحديث عن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن دفن الحكومة نحو 1200 جثة مجهولة الهوية خلال العامين الماضيين فقط، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، السلام عليكم. يعني التقرير عن الجثث مجهولة الهوية التي تقوم الحكومة بدفنها حقيقة أثار الكثير من التساؤلات والمخاوف. بالنسبة إليكم كمختصين حقوقيين، ما المخاوف التي ترونها في اكتشاف هذا العدد الكبير من الجثث خلال فترة عامين ماضيين؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين. هذا الموضوع حقيقة يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، تعلم جنابك والمهتمين بهذا والمهتمون بهذا الأمر يعلمون أن جريمة الاختفاء القسري مآلها التغييب والعزل عن العالم، ومع الأسف الشديد تنتهي في كثير من الأحيان والحالات في العراق، انتهت هذه الجريمة بموت الضحايا وعدم حتى معرفة ذويهم بمصيرهم حتى بعد موتهم ودفنهم. وهذه من هنا نستقي أهمية الموضوع الجثث التي تدعي الحكومة أنها مجهولة الهوية. هي ليست كذلك، هي جثث لمدنيين عراقيين جرى تصفيتهم على أيدي الميليشيات الحكومية والقوات الميليشيات والقوات الحكومية. وهذا هو الذي يعني الحقيقة الأمر المهم والجوهري في الموضوع، هو أن الجلاد هو الذي يعني اليوم هو الذي يتحكم بأمر البلد ومصير أبناء البلد. طيب دكتور، نعم. في هذه النقطة تحديدا، يعني الحكومة تعلن عن دفن الجثث وتتم إجراءات الدفن سرا، ما الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من وراء ذلك حقيقة هو طمس الأدلة وخلط الأوراق، ويعني محاولة الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 هو نسيان هذا الملف، ويعني العمل على تغييب الملف أصلا أو تشويش الملف، لأن هذا الأمر المتهم فيه هو الجهات الحكومية أو من يعمل برخصة حكومية، والضحية فيه هم المدنيون الذين لا حول لهم ولا قوة. وأغلب هؤلاء الذين اختفوا حقيقة بعد 2017 أو 2014 هم الذين المدنيون السكان المناطق المنكوبة الذين اضطرهم القصف العشوائي والعنيف من قبل القوات الحكومية وحلفائها في المناطق. هذا هو الذي اضطر الأهالي إلى الخروج، وطبعا جرى الاختفاء القسري بعد أول نقطة سيطرة أو مفرزة أمنية حكومية. وهذا الحديث طبعا لدينا آلاف الوثائق التي تدلل على هذا الأمر. دكتور أيمن، الحديث عن الجثث مجهولة الهوية يجرنا عن الحديث عن المختطفين ومصيرهم، هذا الأمر يفتح الكثير من الملفات، ولكن هنا هل تعتقد أنه قد تحسن ملف المخفيين والمغيبين قسرا في العراق، لا سيما بعد انتهاء العمليات العسكرية منذ عدة سنوات؟ أخي الكريم، هذا الملف يعني يراد له كما ذكرت أن يتم تغييبه وتشويشه، فلا تقدم، بالعكس هنالك يعني تراجع كبير ملحوظ وانحدار في يعني محاور حقوق الإنسان، ولا سيما في جريمة الاختفاء القسري. تعلم جنابك أن هذه الجريمة تتعلق بالضحايا وذوي الضحايا وأقرباء الضحايا، وهي جريمة مركبة تتضمن الاعتقال التعسفي والاختفاء والعزل عن العالم والتعرض والإخضاع للتعذيب بشتى الأساليب الوحشية، والقتل خارج القانون طبعا وخارج نطاق القضاء.
فهذا الأمر هو الذي يعني هو الذي يفسر أنه جريمة الجثث التي تدعي الحكومة أنها مجهولة الهوية هي ليست مجهولة، لا يمكن أن تكون مجهولة الهوية، وإلا لماذا لا تتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة حتى في مراسم دفن هذه الرفات أو الجثث أو الأشلاء؟ لا توجد أي عمليات فحص للحمض النووي DNA أو نعم أي فحوصات أخرى، ولا يتم تثبيت حتى الأوصاف، لأنه تأتي الجثث متفسخة. وهذا هنا أنقل أنا عن أطباء في دوائر الطب العدلي في العراق، تأتي الجثث متفسخة ويعني ملامحها متغيرة، نعم ولا يمكن لأحد أن يصل إلى الوصف الدقيق. نعم دكتور أيمن، أنتم كمختصين في مجال حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، من تحملون المسؤولية بالدرجة الأولى؟ هل تحملون الحكومة ومن ثم الميليشيات، أم الميليشيات ومن ثم الحكومة؟ بالدرجة الأساس من يتحمل هذه المسؤولية؟ الدرجة الأساس الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، الميليشيات تبقى يعني في ال تبقى هي الذراع المنفذ أو الجهاز المنفذ، إضافة إلى القوات الحكومية التي سميت بالدمج وعناصر الدمج، هنا أعني بالتحديد، نعم لأنه يعني المنوال هذه القوات وما يعني سجل الانتهاكات المزدحم حقيقة لهذه القوات والميليشيات أيضا، ويعني هم متكافلون متضامنون بهذا الموضوع، نعم لكن بالدرجة الأساس المسؤولية تقع على الحكومة حتما. طيب دكتور أيمن، أخيرا يعني ما المطلوب من المنظمات الحقوقية المحلية وحتى الدولية والجهات الرقابية لوقف هذه الجرائم؟ ما الذي تطلبون منهم؟ أخي الكريم، حماية المدنيين هي أولوية قصوى لدى أي حكومة تحترم نفسها، ولدى أي حكومة تدعي السيادة، ولدى أي حكومة تدعي الديمقراطية. يعني حتى لو تدعي الديمقراطية هذه الحكومات، يجب عليها أن توفر الحماية للمدنيين. ماذا يعني خلال عامين تم دفن أكثر أو نحو 1200 جثة تدعي الحكومة أنها مجهولة الهوية؟ هذا يعني أن الحكومة غير مكترثة بهذا الموضوع، ولا حماية المدنيين، ولا حتى مسألة التعويض والحق في معرفة الحقيقة بالنسبة لذوي الضحايا. هذا أيضا تتقاعس الحكومة وتتنصل من المسؤولية تجاه هذا الموضوع، فهي بالتالي أصبحت هنا ينبغي على المنظمات الحكومية الحقوقية العمل على يعني فرض ضغوط على الحكومات العراق المتعاقبة لحل هذا الملف، لأنه هو ملف مركب وتتعلق المأساة التي تسبب بها بملايين نعم دكتور، أو بعشرات الملايين حقيقة من العراقيين المدنيين الأبرياء. عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.